الآن مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع آراء نجوم كرة القدم الليبية حول هذه المباراة الهامة أمام المنتخب المصري. نتابع. نشوة الفوز ويلعب بروح عالية وبمعنويات كبيرة من بداية المباراة حتى نهايتها، وأن يحاولوا يحافظوا على ألا يضيعوا أي فرصة، لأن تضييع الفرص هي اللي قد تقلل من العطاء في بقية الأوقات تاع المباراة. الآن في الكرة، سواء الكرة العالمية أو الكرة العربية أو الإفريقية أو الليبية، الفريق الليبي يجب أن يلعب بتركيز من بداية المباراة إلى نهاية المباراة، كل دقيقة بحسابها. أما بدون جمهور تعطي ارتياحية للاعبين الليبيين، وايضا انا نقول لك حاجه، ان الفريق بصراحه الفريق المصري يعد في حسابات كبيره وكثيره، عارفين ان الملعب الصغير ملعب بنينة او ملعب بنغازي صغير، وان الارضيه نتاعها من الترنتيل لنا مش نجيله طبيعيه، وهم طيب دايرين هذه الحساب، وهذه الامور تصب في صالحنا، يعني في صالح الفريق الليبي، لان اول متعودين على اللعب في هذه الارضيه، وفي نفس الوقت متعودين على ان يؤدوا في اداء جيد في الارضيه كيف هذه، يعني يركزوا تركيز كامل في كل الاوقات المباراه، سواء المباراه الاولى اللي في القاهره او سواء المباراه الثانيه اللي في بنغازي، فهمت؟ فالتركيز كيف ما قلت مهم جدا جدا جدا، ويلعبوا بهدوء، ما يحاولوش يتنرفزوا، لان الكوره 90 دقيقه، يعني الهدف ممكن يجي في البدايه وممكن يجي حتى في النهايه، وشاهدنا نحن الفريق الليبي يعني انتزع الهدف الفريق المصري في المباراه اللي تعادل فيها غادي في الدقيقه بل في الوقت بدل ضايع وغيرها، يعني هذه كره القدم، يجب انهم هم يلعبوا ويحسبوا ان الزمن المباراه من البدايه الى النهايه، ويلعبوا بقوه وبشراحه وبشراسه، وعدم نرفزت مع اللاعبين الفريق الاخر. طبعا بقياده المدرب الاسباني كليمنتي، يعني استطاع ان ينجز نوع من الشباب ونوع من الرياضيين اللي عندهم خبره، فاستطاع ان يخرج بست نقاط، وهذين تعتبر نقاط مهمه. نحن تمنينا طبعا بعد مباراه انغولا، قلنا يفترض ان حتى الفرحه نتاع الفريق يعني محدوده، مفروض ما تكونش مبالغ فيها، لأن نحن حنلعب ضد الفريق المصري، الفريق المصري يملك إمكانيات وصارت له هزة بالنسبة، يعني شفنا حتى في المباريات السابقة بالنسبة للفريق المصري ما كانش مطمن، يعني في المباراتين الأولى والمباراة الثانية، ودليل على هذا أن غيروا حتى المدرب، حتى لا قدر الله يعني الفريق الليبي يعني فقد المباراة، معناه المباراة الجاية ممكن عندها بعد 3 أيام 4 أيام في ليبيا، فلازم نحن نفوزوها باش يقعد يعني على نخلوا نفس الفرق النقاط يكون لصالح ليبيا، لان حنطلع طبعا نلعبوا مع الجابون الخارج، وبعدين حيجينا طبعا انغولا في بلادنا ان شاء الله. لا هو بالتاكيد، هو بالتاكيد انك انت تلعب في ارضك، يعني طبعا عارفين احنا ليبيا كانت وبالذات يعني ما نفرقش بين ملعب مثلا بنغازي او ملعب طرابلس، يعني حتى في ملعب طرابلس يعني المنتخب الليبي ما اعتقدش الفتره اللي عشناها نحن مع المنتخب الليبي ما فقدناش ولا مباراه في ارضنا، كنا دائما في ارضنا نفوزوا، ربما يعني المشاركات اللي خارج ليبيا اعطتنا نوع من الثقه، اعطتنا تجربه انك تلعب خارج ارضك وانك تحقق نتائج كويسه. وفي 2013 نحن ترشحنا خارج ملعبنا، يعني ترشحنا ممكن في 2012 ترشحنا يعني خارج ملعبنا، من الاشياء اللي نحن كنا نتمنوا ان شاء الله نكون دائما نلعبوا في ارضنا ونحقق نتائج افضل، وبالنسبه سواء الانديه او سواء المنتخب الوطني، ان شاء الله المباراه القادمه يكون افضل، وكون على استعداد وعلى داري اكثر بالنسبه للمباراه هذه، وان شاء الله ربي يحقق الشيء المطلوب باذن الله، وترجع الرياضه افضل من قبل واحسن وافضل. تيت المنتخب الليبي حدبان في مباراتين مصر، بخصوص منتخب مصر، منتخب مصر سيلا تخبط، لان حسام البدري ماهوش المدرب صراحه الحق ان هو يقود منتخب مصر، مدرب كويس ممتاز، بس منتخب مصر صعب، قيادة نتاعها صعبة، فهو داروا عليه ضغط واجد، داروا عليه حسام البدري ضغط واجد، فكيف ما نقولوا نحن الخريطة هربت عليه، باش عرف كيف يركز، أما من ناحية نجوم، من ناحية لاعبين، لا عندهم خامات كبيرة، عندهم خامات كبيرة، حاليا جابوا منتخب برتغالي، مدرب برتغالي، أنا نشوف فيها خطوة مش صحيحة،
انا اشوف فيها المنتخب المصري حيتاثر. لو المنتخب الليبي انا قلت انا المفروض المنتخب الليبي من الاسبوع الجاي عسكر، والله اعلم انا مش عارف التنسيق بتاعه كيف، المفروض تو خلاص ما زال عليه، ما زال عليه اقل من شهر، المفروض يعسكر ويركز في المباراتين، لان هم حيخشوا متلخبطين واجد تحت ضغط، والمنتخب الليبي فايز مرتين، حتى لو هم حيشوفوا الشرطان حيلقوا ان المنتخب الليبي هو مدافع اكثر وهجماته بسيطه، بس حيخافوا لان المنتخب الليبي شمال افريقيا الدربيات شمال افريقيا تختلف عن مباراه انغولا وني، تختلف حتى المنتخب الليبي يجيبها من غير كوره تلعبها قدام مصر يسكر لك وني ومرات يفوز عليه، فهمتي؟ فلذلك انا اشوف منتخب مصر حاليا لازم نحن نستغل الفرصه، عنده لاعبين عندني بس ما فيش تجانس ما فيش روح، لاعبين كلهم يجري، انا محمد صلاح يجري، انا رمضان صبحي يجري، انا يعني ما همش زي قبل ايام حسن شحاته وني كانوا معسكراتهم طويله وكان فيهم تجانس قوي صعب ان الواحد يفوز عليهم، بس حاليا انا شايف ان الروح والتجانس عندهم رايح مكذبه، في شهر بيجيبوه صعب، فلازم المنتخب الليبي المباراتين هي يركز فيه، وانا متاكد ان اللاعبين الحاليين الجيل الحالي ان شاء الله حيجيب مباراتين كويسات وباذن الله حينتصر على المنتخب المصري. باش الهوني بان تو واحد يقول لي الهوني ما. الهوني هو مش سامحني ماهوش ونيس خير بياخذها ويقعد هني، فهمتي؟ كل لعيب له طبيعته، لازم في مسانده من وراه، لعبه نص يلعبوه يخشوا من هنا معاه، يعني بياخذ الكره بيقصوا ما يقدرش، صعب العمليه لان حيقابل مرات ظهير يمين قوي، بس لو معاه نص يمد له يخش الاخر يشوط، يعني قصدي تتوزع زي الجول اللي صار بتاع انغولا، هذا الهوني مد اللافي، اللافي رد له، جاء واحد لعيب ارتكاز اي صغير خوجه ازرق دار جول، اما بالطريقه بتاع اعزق والعب زي ما يصير في مصر مع كوبر كان يلعب لمحمد صلاح، محمد صلاح يجري، انا نقول فرصه كبيره للجيل هذا، وانا متاكد ان الجيل هذا جيل ممتاز وان شاء الله حيحقق مش المفاجاه، حيحقق انتصار مستحق، سواء بتعادلين سواء فوز هنا وخساره غادي، فهمتي؟ يحافظ على فارق النقطتين، فهمتي؟ في المباراتين الاخرى ان شاء الله سهلت، انقول انا نسيطر عليها، الجابون الله اعلم انه اخر ماتش حيقعد العمليه واضحه ممكن، انا نقول مش عارف ان انقول ماتش الجابون قبل هي بعد مصر تبان العمليه، فعلى ذلك انا اتمنى لهم كل التوفيق ونصيحتي لهم زي ما قلت لك انهم يكتبوا التاريخ يعني. بس الكرام دعونا الان نتابع اراء نجوم كره القدم المصريه من خلال هذا الاستطلاع، نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا على موعد كبير جدا ولقاء كبير جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا الشقيق، مباراه زي ما بيقولوا بتحمل عنوان كبير جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا. منتخب ليبيا يمكن حقق فوزين مهمين جدا، يمكن منتخب مصر حقق فوز وتعادل، مباراه صعبه قوي على منتخب مصر ومباراه صعبه جدا على منتخب ليبيا. المباراة اتمنى طبعا ان هي بشكل مرضي، تمنياتي طبعا لمنتخب مصر في ظل المدرب الاجنبي الجديد في وجود كابتن ضياء وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري وكابتن وائل جمعه، اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. بس انا في اعتقادي ان المباراه مش هتبقى سهله بالنسبه لمنتخب مصر ولا بالنسبه لمنتخب ليبيا، اعتقد ان احنا ممكن نشوف مباراه كبيره جدا، وخاصه ان المباراه ممكن مش هنقول ديربي لكن هنقول ان المباراه صعبه قوي على الطرفين، وخاصه ان المنتخب المصري ما عندوش حل غير ان هو يكسب المباراه. اتمنى طبعا التوفيق طبعا لمنتخب بلدنا منتخب مصر، كل التوفيق له، يمكن من خلال مشواري في 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 مع منتخب مصر يمكن للاسف ما حصلليش الشرف ان انا لعبت قصاد منتخب ليبيا، لكن منتخب ليبيا كان مليء جدا وباساطير كبيره جدا منهم طارق طيب، طبعا كلنا عارفين النجم الكبير طارق طيب ان هو قد ايه من المواهب الكبيره جدا اللي حصلت في 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 منتخب ليبيا. اتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه كويسه جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا. ماتش مهم جدا لمنتخب مصر باذن الله تعالى. مسؤوليه كبيره جدا، جهاز فني جديد، اختيارات جديده بقى وتوظيف جديد وشغل جديد بامر الله تعالى. نتمنى طبعا لمنتخب مصر التوفيق. ما فيش شك ان مهمه ثقيله عشان الوقت بس عشان الجهاز الجديد، انما انا شايف الفوارق كبيره جدا مع ان منتخب ليبيا هو المتصدر المجموعه، انما نادي منتخب مصر بيملك خبرات ويملك قدرات يقدر بامر الله تعالى يفوز فيها في مباراتين بمشيئه الله تعالى. الكره في الملعب، المباراه في الملعب بامر الله، مطلوب من الجهاز الفني انه يتعب مع اللعيبه، مطلوب منه تشكيل على امثل ما يكون، مطلوب منه توظيف، مطلوب منه اداره مباراه، مطلوب منه تغييرات، مطلوب منه قراءة منافس جيد جدا. المنافس طبعا عنده ثقة كبيرة جدا في النفس، عنده نتائج، عنده جوانب كتيرة جدا لازم المنتخب المصري يقراها كويس قوي، والمدير الفني في المستوى البدني والمهاري والخططي والنفسي والذهني، حاجات كتيرة جدا
فأنا من وجهة نظري إن المباراة تبقى في الملعب. أتمنى بإذن الله تعالى إن التوفيق للجهاز الفني الجديد، التوفيق للعيبة، توفيق لنا كمصر إن شاء الله تعالى، ونحقق اللي إحنا عاوزينه في المباراتين بمشيئة الله تعالى. تحيات فريق عمل هذه الحلقة، في الإعداد الأستاذ زين العابدين بركان، في التنفيذ والإخراج الأستاذ محمد بشوفة، تقبلوا تحياتي محمد ظافر في التقديم، وكل التحية والتقدير والشكر لمنتج عنينا بارك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. نلتقي في حلقات قادمة، والتوفيق للمنتخب الوطني. شكرا لكم وإلى اللقاء.